الكاتب والمختص بالشأن الإسرائيلي سعيد بشارات من قطاع غزة معنا عبر الخط الهاتفي. أخ سعيد صباح الخير، أهلا بك معنا. صباح الخير، أهلا وسهلا، تحياتي لك. إذا الاحتلال يعني يصعد من إجراءات، وكان آخرها إصدار قرار بالأمس من محكمة صلح الاحتلال يسمح لليهود بأداء صلوات تلمودية داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك والانبطاح أو النوم على الأرض، بالإضافة إلى أنه شرطة الاحتلال سمحت لمسيرة أو ما يسمى مسيرة الأعلام أن تمر من أمام باب العمود. هذا قد يطرح تساؤلات كثيرة عن الانفجارات القادمة في المنطقة، خاصة بالتزامن مع اجتماع الغرفة المشتركة للفصائل بالأمس وكلمة هنية وتحذيره من الإقدام على اقتحام المسجد الأقصى ومسيرة الأعلام المزمع تنظيمها نهاية الشهر الحالي. فإلى أين نحن ذاهبون إذا إن صح التعبير بالسؤال أستاذ سعيد؟ كما ذكرت أعتقد إحنا ذاهبين الانفجار الكبير اللي يعم المنطقة، لأن الاحتلال الآن كسر وضرب في عرض الحائط كل الوضع الراهن. الآن في تطور جديد على الأرض تقوم به حكومة نفتالي بنت ويدعمها اليسار واليمين في خطوات تعتبر استفزازية للفلسطينيين، وهي تقريبا لأول مرة بهذا الحجم هم يقومون بتنفيذ صلوات وطقوس وحركات تخص صلاتهم في الأقصى، لكن لأول مرة يتم تنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع بهذا الشكل وبهذه القوة وبهذه الوقاحة من المستوطنين. وبالتالي هذه كل الأحداث ستقود إلى انفجار كبير. عندك نفتالي إيتمار بن كبير يهدد باقتحام الأقصى، هناك سيناريو عند الاحتلال أنه في لحظة من اللحظات سيتم التدافع بين المستوطنين والدخول إلى باحات الأقصى بالأعلام. هل سيحدث هذه الأوضاع في ظل الشد والحشد والاستفزاز عالي جداً؟ ويبدو أن هناك شيء ما يخطط له تحت الطاولة، وبالتالي استقالت زعبي لكن رجعت. لكن هذا كله يشي بأن شيء ما يخطط له الاحتلال. نعم، هذا الشيء يعني على ماذا يعني يستند فيه الاحتلال؟ يعني هو يعي إلى أي مرحلة سيجر المنطقة؟ بمعنى لما نقول انفجارات، هل ستكون حرب عدوان على قطاع غزة، انفجارات داخل القدس؟ يعني شو الخيارات اللي ممكن تكون؟ الخيارات الآن الوضع تغير بعد سمير رمضان. هناك خلال شهر رمضان شعر الاحتلال انه فقد السيطره على الاقصى، فقد السيطره على القدس، الامور لا تسير وفق رؤيته، وبالتالي هو يشجع على هذه الامور، تارك الحبل لليمين، تارك الحبل لإيتمار بن كبير ليحشد هذه الاعداد الكبيره من المستوطنين. والاحتلال مجهز حاله لمثل هذا الحدث، واحنا بنعيش حاليا في ظل مناوره شهر الحرب، وبالتالي الاحتلال يقود نفسه ويقود المنطقه إلى احتمال مواجهة كبيرة. ماذا سيحدث لو دخل المستوطنين وهم يحملون الأعلام إلى المسجد الأقصى؟ حسب السيناريو اللي عندهم هم عند الاحتلال أن ستكون دموية، وإذا تحولت إلى دموية فستقود المنطقة إلى حرب كبيرة وشاملة وتشمل الساحات. وعندك تهديد من قطاع غزة، المقاومة والغرفة المشتركة تهدد أنه إذا ما تم هذا الحدث فستنفجر المنطقة. هناك تصريح سابق للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إنه القدس خط أحمر. وبالتالي قيسي على هذا الحدث سيناريو ماذا سيحدث. السيناريو كبير، الحشد كبير، نسبة الاستفزاز في الطرفين الفلسطيني والطرف الاحتلال عالي جدا، يعني لن تكون مسيرة الإعلام ودخولها من باب العمود ومن ثم إلى البلدة القديمة والحي الإسلامي وصولا إلى بوابات
الأقصى خالية من الابتزاز، ستكون الابتزاز عالي جدا، سيتبع النبي صلى الله عليه وسلم عند باب العمود كما في طقوس كل عام، ومن ثم يدخلوا إلى البلدة القديمة وسيتم استفزاز الفلسطينيين محالهم، وبالتالي وصولهم إلى بوابات الأقصى في لحظة من اللحظات، وبالتالي هل سيحدث انفجار كبير، هل سيحدث دخول كبير، هل ستتحول الأمور إلى دموية كما حدث في 2002 واشتعلت انتفاضة، لكن هاي السنة غير، هنا في جبهات صارت وهذه الجبهات كلها مستعدة وجاهزة لحدث كبير، وبالتالي وأيضا عندهم حتى في الداخل عندهم يمكن تتطور الأمور، لأنه في احتقان شديد بين اليسار واليمين، والحاقامات حتى أن تورطوناش تستفزوش الفلسطينيين أكبر، الحريديين برفضوا هذا الموضوع، شفنا الاستطلاع اللي غالبية الحريديين وغالبية الإسرائيليين خلينا نسميها يرفضوا الاقتحام الأقصى، وبالتالي الأمور مشحونة من الطرف، وشفنا جنازة وليد الشريف رحمه الله عندما خرج كل الفلسطينيين. وهم بعد أيضا جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة وما حدث، وأيضا جنازة الشهيد وليد الشريف، تغيرت المعادلة في القدس. تغيرت المعادلة واليوم نعم. في جديدة اليوم الكل بكلهم لا تخطو هذه الخطوة، لكن خلص اليمين هو من يحكم، اليمين هو جر نفتالي بنت، اليوم في شيء يسار، اليوم بارليف اللي هو يساري حزب عمل اليوم هو من يقودها، يقول اليمين لهذه المسيرة هو اللي يحميها، واللي أمر الشرطة بضرب اللي حملت نعش شيرين أبو عاقلة هو الذي لاحق المشيعين في جنازة وليد الشريف. لا يوجد يسار ولا يمين، هذه الحكومة لأول مرة تقود هذا الكيان بهذه الصورة، بهذا الغباء، بهذه الطريقة إلى شيء مجهول لا يعلم حدا. في هناك سيناريوهات صح، لكن هذه السيناريوهات كلها تقود إلى نقطة واحدة، وهي احتمال انفجار جبهات عديدة، والاحتلال بتدرب على هذه الجبهات، يعني بيعرف أنه بده يقود هذه النقطة. ما سيحدث نشاهده جميعا يعني في 29 الشهر. طبعا هذه المسيرة لن يتم إلغائها، خلص ثبتت ورطوا هيك طبعهم، يعني لا يتعلم الاحتلال من الدروس، لا يستفيد من خاصة الدروس تتعلق بالتعامل مع الفلسطينيين، ويغرق أكثر ويحاول أن يثبت نفسه بهذه الطريقة. طبعا الأمور معقدة جدا. نعم. طيب يعني على ماذا تعول دولة الاحتلال؟ على ماذا سيعود عليها هذا كله؟ يعني ستكون هي الخاسر في هذه، يعني هي تفتح الآن جبهة على نفسها في غزة والقدس، وأيضا هناك جبهة مفتوحة مع إيران اليوم كما يحدث من تطورات الأحداث هناك. الاحتلال هو الخاسر، احنا الفلسطينيين صحيح كنا في فترة من فترات نخسر في النقاط، لكن اليوم النقاط تسجل لنا، هناك في حالة ثورية تتصاعد سواء في الضفة الغربية أو القدس أو حتى في 48، اليوم 48 يخرجوا في مسيرات أقلقت الاحتلال في اللد والرملة وأم الفحم، وبالتالي هم يقيسون من ضمن التدريبات أيضا التعاون مع 48 في حال انفجرت الأمور في القدس، وبالتالي الأمور في النهاية هي لصالح الفلسطينيين، لأن هناك هبة وهذه المطلوبة لوقت ما يحدث، لأنه ولا جهة رسمية قادرة تقف في وجه الاحتلال، يعني الأردن هي أصلا معها مفاتيح المسجد الأقصى خلينا نسميها، غير قادرة على التحكم بالوضع. الاحتلال بيقول لا أنا ما بدي أعطيكم زيادة في الحراس أو سلطات أكثر، وبالتالي هو يعطي المستوطنين أحكام قضائية لتطبيق ما هو مطبق أصلا، هم مغيرين فالراهن وبيصلوا وبيرتموا على، فما بالك يوم ينفذوا هذه. اليوم في كسر معادلات، اليوم في صحيح في معادلات اختلفت وفي كسر معادلات، لكن أمام هذا كله أخي سعيد، هل قرأت بالأمس من خلال كلمة هنية أو من خلال اجتماع الغرفة المشتركة للفصائل في غزة بأنه سيكون هناك رد على كل ذلك كما حدث العام الماضي، أم أن المقاومة لن تذهب في هذا الخيار؟ أعتقد أنا تكلمت منذ البداية، إذا انحرفت الأمور عن المسار، إحنا أنا وإنت ونعرف إحنا فلسطينيين نعم. وعارفين القصة كلياتها،
إذا انحرفت الأمور عن المسار، إذا تم دخول من باب العمود وكان الاستفزاز عالي وكان هناك محاولة لفتح بوابات الأقصى أو خلينا نسميه جرى أو حدث السيناريو اللي هم راسمينه، مش إحنا اللي هم راسمينه، إنه يصير تدافع، لأنه بني كثير بتحدى يقول لهم هذا الأقصى إنا بدنا نرجعه، بدنا نرجعه لأيدينا. إذا ما حدث هذا الأمر يكون التطور خطير جدا، لن تستطيع غزة لأنه معيار محدد هي برضه أن تقف مكتوفة الأيدي، راح تضرب صواريخ أو راح تسوي شيء معين، لكن سيحدث شيء. التهديد إذا كان صح دع حسن نصر الله يمكن برضو يضاف إلى هذا الحدث. الحدث كبير وهم مجهزين حالهم للحدث. أنا حكيت لك إنه هناك مناورة شهر الحرب، هذا شهر الحرب يتناور المناورة على ست جبهات من ضمنها 48 القدس، الضفة الغربية، غزة، سوريا، لبنان، إيران. بالتالي الحدث كبير، الحدث وتطوره كبير. هل ستدخل غزة؟ بتدخل غزة في لحظة من اللحظات، مش راح تضلها ساكتة أو واقفة أو مكتوفة الأيدي، ولا هي ولا غيرها. المنطقة كلها ربما تشتعل، للأردن غير مستقر، الأردن يمكن يشتعل. طيب، يعني هذا كما ذكرت سيقود المنطقة إلى اشتعال قريب ما لم يكن هناك تحرك عاجل لوقف هذا الجنون الذي يقوم به الاحتلال من خلال كل هذه القرارات في القدس. شكرا لك زميل الكاتب والمختص بالشأن الإسرائيلي سعيد بشارات من قطاع غزة.